أضاحت قوات النخبة الشبوانية بأوهام القاعدة في محافظة شبوة وأرست حقائق ميدانية غيرت مشهد المحافظة الذي لبس رداء القاعدة على امتداد الأعوام الأخيرة. وبإسناد من قوات إماراتية وأمريكية حققت قوات النخبة إنجازا سريعا وحاسما بطرد عناصر القاعدة والانتشار في أرجاء شبوة وتأمين حقول النفط. وتأتي هذه العملية بعد أن استكملت هذه القوات المشكلة من قبائل شبوة تدريبات مكثفة على يد خبراء عسكريين إماراتيين على مدى عام كامل. النخبة الشبوانية لقد تولت مهامها في خلال هذه الأيام وبدأت بتصفية تنظيم القاعدة في محافظة شبوة ابتداء من أولى مديرياتها عزان وحبان وحتى وصولا إلى مرخى العبر. هناك كانت القاعدة لاذت بالفرار بمجرد وصول النخبة الشبوانية التي بسطت نفوذها على كافة الأراضي الشبوانية وكذا على حقول النفط. التقدم السريع والحاسم الذي نفذته قوات النخبة الشبوانية يعكس مهارات تدريبية عالية تلقتها هذه القوات المشكلة من رجال قبائل شبوة بإشراف الإمارات العربية لتتولى مهام مواجهة القاعدة وتأمين حقول النفط والمناطق التي يمر عبرها أنبوب تصدير الغاز من مأرب إلى ساحل بلحاف غرب جنوب اليمن. الأراضي التي تقع فيها آبار النفط تمت السيطرة عليها بشكل كامل وتم تأمين محافظة عتق من كل الاتجاهات وحتى القوات التي كانت في أطراف محافظة شبوة التابعة للإنقلابيين لاذت بالفرار، والوضع في شبوة مستقر وآمن وتحت السيطرة. المصادر المحلية أكدت أن قوات النخبة بسطت نفوذها على مديرية ميفعة وردوم وحبان ومديرية جردان حيث تنتشر حقول النفط، بالإضافة إلى مدينة عزان ثاني أكبر مدن محافظة شبوة. حسمت مواجهتها قوات النخبة الشبوانية، حققت نصر كبير وذلك بفضل الله ثم الدعم الإماراتي السعودي الذي قدم لقوات النخبة الشبوانية وكذا التدريب العسكري العالي حيث امتازت النخبة الشبوانية بتفوقها الكبير والسريع وبسط سيطرتها على كافة محافظة شبوة. العملية المباغتة والمخطط لها بإحكام لم تترك فرصة لعناصر القاعدة لترتيب خطوط دفاعية تعيق تقدم قوات النخبة، لكن عمليات تعقب عناصر القاعدة التي ربما انسحبت إلى مناطق نائية قد تستمر وقتا أطول.